واضح بأن أولا هناك إعادة هندسة للمستوى العسكري وتمطيط هذه الأولويات السياسية والإنسانية، تعويمها وتقسيمها، وهذا ملف لوحده، ملف الأسرى، ملف المساعدات، ملف فتح المعبر، يعني إعادة تركيب المشهد. يبدو هذه الخطة الآن، ولا وكل الحديث عن تهدئة وهدنة من أطراف ومبادرات هو للإلهال أكثر ولا أقل. بات واضحا ان هناك اهداف متعدده يريدون تجزئتها، بحيث ان كل هدف بحد ذاته حتى نحصل عليه يتم يعني حصول الفلسطيني عليه يعتبر يعني إنجاز. صراع دبلوماسي وحيد منفصل. مثلا حتى نتفق على الاعمار نريد كذا، حتى نتفق على زياده المساعدات نريد كذا، حتى نتفق مثلا على اعاده مرافق الحياه الاساسيه، ميناء، مطار، يعني كل هذه الامور التي تم تدميرها سابقا على مدار 20 عام كله يخضع للابتزاز السياسي. واضح انه حاله العقاب الجماعي التي وجهت لكل المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزه هي في اطار العقاب الجماعي الضاغط على قياده المقاومه الفلسطينيه في غزه، بمعنى انه الاذى لن يطولكم وحدكم، وانما سيطال كل فلسطيني يعيش في قطاع غزه بما يسمونه طبعا هم الحاضنه الشعبيه للمقاومه. هو يريد ضرب كل شيء، يريد تعريه المقاومه الفلسطينيه من كل شيء، من حاضناتها الشعبيه، من البنيه التحتيه الموجوده في قطاع غزه، من مواقعها، من حتى الحكومه الموجوده التي يعني تعتبر ظهير اساسي يعني لاعمال المقاومه، ويعني تتم اعمال المقاومه تحت مرأة منها ورعايه كامله. لكن كل هذه الاهداف باذن الله يعني ستفشل على صمود اسطوري من الشعب الفلسطيني، سيفشل كل مؤامرات. هذه ليست المره الاولى، من عام 48 وهم يكررون نفس السيناريوهات، يخضعون كل شيء للابتزاز السياسي. بمناسبه حرب 2014 تم اخضاع الاعمار لاكبر ابتزاز سياسي، حتى انه البعض المواطنين اللي هدمت بيوتهم على مدار 10 سنوات، يعني اتت حربين بعد 2014 ولم يصلهم الدور في الاعمار. تخيل كل هذه المعاناه كانوا يريدون هي يعني تدفيع للناس الفاتوره العاليه جراء وقوفهم يعني خلف المقاومه الفلسطينيه.